بإدخال الطاقة الكهربائية نقدروا نحكيو لهنا على واحد 400 هكتار هذو اللي استفادوا بصفة مباشرة. فكيف تضعوا لي هذا البسان هذا؟ هاني نعمر فيه بالماء وعندي الصجرة وإن شاء الله نسقيو. كان تريسيتي قصنا بعيد واحد 500 واحد 700 جايبين الكوابل وكان جابوا لنا تريسيتي. قلنا كيف كان تريسيتي ما نروح فيه لافنس يعقب مالي ممكن يدير لاماس ممكن الحمد لله يا خلق العقل هذه حاجة مليحة تقرب للناس كما قال منظم في الهواء هذه حاجة باينة خاصة في الشق المتعلق بالكهرباء الفلاحية. الكهرباء الفلاحية أداة من الأدوات الاستراتيجية للتطوير يعني العمل الفلاحي. هذه الكهرباء الفلاحية ترافقها كذلك مشاريع أو عمليات تكميلية تتمثل في منح تراخيص لحفر الآبار حتى نتمم ونستثمر يعني هذا المكسب تاع الكهرباء الفلاحية، وتتبع كذلك بري تكميلي من خلال تجهيزات تاع الرش التكميلي وكذلك مجمعات مائية حتى تسمح للفلاحين باش يستثمروا في هذه الكهرباء الفلاحية. هذه عينة من العينات نتاع البرنامج الطموح اللي قاعد يتنجز على مستوى ولاية برج بوعريش. احنا انتقلنا في ظرف قياسي من 128 و 139 مستمرة فلاحية. حاليا نحن نشتغل على هدف استراتيجي في نهاية شهر جانفي، وانا اتكلم تحت رقابة زملائي في مؤسسة صنع الغاز. نحن نطمح انه نختتم السنة المالية وبداية السنة الجديدة بحوالي 258 مستثمرة فلاحية اللي رايحة يعني تستفيد من الكهرباء الفلاحية.